تبا البتنجان او بابا غنوج، بتنجان، حبة طماطم، 3 بتنجان، حبة طماطم، 1 فلفل، نعملهم سكر، بنوضعهم بالفرن، بنفرمهم، بنوضع كميات بالتساوي، نفرم الطماطم بنوزعها على 2 طماطم، وهذاك بنعمله شوية مختلف. بنقشر بتنجان بنخلي فيه قليل من القشر الأسود حسب ذوقكم، ولكن هو بيعمل طعم كتير لذيذ. بنوضع الشبت الأخضر، بنوضع معلقة عصير ليمون وطحينة، معلقة طعام وقليل من الملح وقليل من الثوم المفروم ودبس الرمان. طبعا حعمل 3 طرق حسب ذوقكم اعملوها. بنوضع عصير ليمون، بنوضع عين جرادة، وبنوضع قليل من الملح وطحينة، معلقة طعام. نوضع عين جرادة اللي هو بهار، هذا عين جرادة، قليل من الملح وطحينة، معلقة طعام، معلقة عصير ليمون، 2 معلقة زبادي حسب ذوقكم حسب نظامكم الغذائي اعملوا. عين جرادة موجودة هو بالمحل، هو من الشبت. هيك أصبحت جاهزة، وبنوضع زيت الزيتون عليهم. في أمان الله.